لا يجد المواطنون بهذه المدينة سوى مستشفى مركزي واحد لتلقي العلاج، الأمر الذي شكل عبئاً إضافياً على إدارته التي تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية بحسب الإمكانيات المتوفرة لديها. ورغم هذه التحديات التي يواجهها مستشفى الغيظة بمحافظة المهرة، لكنه لم يبقى وحيدا، بل ساهمت السلطة المحلية وجهات أخرى بدعمه وتزويده ببعض المعدات. مستشفى الغيظة بشكل عام شهر يستقبل حوالي 11,000 حالة، في قسم الطوارئ 11,000 حالة، العيادات الخارجية ومنها حوالي 9 عيادات تقوم خدمات يومية من استقبال المرضى والمراجعات، وتستقبل نفس الوقت حوالي 11,000 مراجع أو متردد نقول له. تعاوننا مع السلطة المحلية تعاون مثمر. السلطة المحلية داعم الرئيسي للمستشفى، خاصة بتوفير التجهيزات الخاصة أو التجهيزات المطلوبة، ومنها آخر مرة جهاز البي سي آر لفحص الكورونا. كذلك الآن نحن في طور أعداد، وتم إنشاء مبنى خاص في الإشعة المقطعية التي نترقب وصولها خلال الأسبوع القادم. نطالب طبعاً السلطة المحلية بتوسعة المستشفى حتى يكون أكثر توسعة. التوسعة الحالية قليلة جداً، حوالي 6 أجنحة، أضفنا جناح الأخير ومركز الحميات. يتوافد إلى هذا المستشفى أعداد هائلة من المواطنين من أبناء المحافظة والقادمين من المحافظات الأخرى للاستفادة من الخدمات الطبية. ورغم مساحة المستشفى المحدودة وأقسامه غير المكتملة، إلا أن المرضى متفائلون بما يقدمه الكادر الطبي لهم. والله المستشفى خدمات طيبة والمرضين طيبين، دكاترة ما شاء الله مهتمين، جزاهم الله خير، والنظافة موجودة والتغذية موجودة. ما وجدنا منهم الا كل خير، زرنا كثير من المستشفيات رقدنا فيها، ما وجدنا المعامله اللي نوجدها في مستشفى الغيظه بصراحه. المستشفى يمكن ناقص الاجهزه، بعض الاجهزه مش موجوده، اشعه مقطعيه يمكن مش موجوده، ولكن الدكاتره موجودين ما شاء الله وممتازين. نحن في مستشفى الغيظه والخدمات موجوده متوفره ما شاء الله، كل تمام، والدكاتره والطبي متوفرين، كل شيء تمام، والنظافه على أكمل وجه. تبقى مشكلة نقص المستشفيات هي الهم الأكبر لدى السكان هنا، الذين يتمنون من الجهات المعنية توسعته وإنشاء مستشفيات أخرى للتخفيف من تضخم أعداد المرضى الذين يتوافدون إليه بشكل يومي. يستقبل مستشفى الغيظة المركزية المئات من الحالات المرضية بشكل يومي لتقديم الخدمات الطبية بحسب إمكانيته المحدودة، ولا يزال المواطن يؤمل في الجهات المعنية بتوسعة المستشفى وتزويده بالمعدات اللازمة. أحمد الحرازي لقناة سهيل الفضائية من مدينة الغيظة بمحافظة المهرة.